اليوم احنا في احد الاسواق العراقيه القديمه اللي هو سوق السربادي في منطقه الكاظميه، خلينا نعرف تفاصيل اكثر ابقوا ويانا. هذا اثار وتاريخ الكاظميه، يعني هذا السوق كان هذا كان فندق، هذا كان فندق يجون بيه الزوار، يجون بيه الزوار كل سنة لهنا، يجون من كل دول الخليج. هاي صبحة وصبحة، هذا آثار كانوا يجون لهنا الأجانب ويصوروه ويشوفوه. يعني هذا وقت انهملت، يعني هذا انهملت بالدرجة الأولى من بعد السقوط، من بعد السقوط انهملت، لأن كانوا هنا هاي المنطقة كانت كل هالمحلات كلهم من أهالي الكاظمية، ما بيها واحد غريب، لما كنا عراقيين هم، ماكو فرق هنا بيناتنا، بس حتى للتاريخ ده قاعد نحكي. هاي المنطقة كانت يسحولها منطقة الكاظمية، سوق السربادي تابع المتابع تابع تاريخ الكاظمية، البيت أهل السربادي. زيد عمر هذا السوق 151 سنة، أمن برس اللي حطوا القلابات قبل 25 سنة وحطوه ما علقونا اياه. شو دباوحن دباوحن؟ إيه؟ باوحن. هاي وحده. اثنين اسالك بالله، هسه من تجي اجانب شو يقولون؟ هذا هذا العراق العظيم. الله يقبل محمد. هي توجه الصوره، هي توجه. تقبلها انت؟ تقبلها؟ لا طبعا ما اقبلها. ها؟ ليش؟ ليش؟ ما عندنا فلوس؟ صار لك ايش قد انت بهذا بسوق السربادي؟ هذا السوق انا صار من السبعينات هنا، اي وانا خياط وابوي خياط وكل احنا خيايط، بس توفوا اهلنا، بس انا ظلت اشتغل. اي انت تسالني على الشغل، الشغل هذا احنا طبعا كل ما اللباس نشتغل. اي يعني فقط الزي العربي؟ اي زي العربي فقط، تحرير كلب دون نشتغل احنا، عرفت؟ اي بقى العباءة هي مو شعر واحد، اشكال سعر، مثلا اكو 100 واكو 200 واكو 300 حسب سعرها من عمي. اي هذا سوق تراثي والحكومه شايله ايدها عنه، بالعكس لازم هذا يتجدد. هم لا هاملينه، ليش هاملينه ما ادري، يعني حتى الزبون اللي يفوت يخاف يشوف الفوق. هسه انت نفسك مو تخاف من فوق؟ يقول لك هسه راح يوقع علي خوب المطر، يصير عندنا هيك شلال. يعني ما صار تعاون خلال يعني هذه السنوات من قبل الحكومه؟ أبد أبد, ابد 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 كل تعاون ماكو، كل تغير ماكو، كل شيء ماكو، حتى تبليط ماكو. نجي للكاظم نزور ونفطر بالسوق، عندنا شغلات يعني اللي ريتها ناخذها. شلون شفت اسعار يعني الشغلات؟ والله خير من الله، كلها بلاش، خير من الله، والله الله يحفظهم ان شاء الله. يعني ماكو زياده بالاسعار؟ اشياء كلها بسيطه وكلها رخيصه، والله يحفظهم ويحفظكم ان شاء الله. والله ماكو شيء صعب ولا ان شاء الله، احنا عراقيين كنا روح واحده.